تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، أن تكون عضوا في الناتو وصديقا لروسيا، مأزق تركيا. تركيا في مأزق استراتيجي بقالها فترة. تركيا صديقة لأمريكا، تركيا صديقة لروسيا. ممكن دول كتيرة جدا تكون عندها صداقة لأطراف متناقضة، ده طبيعي في العلاقات الدولية. إنما صداقة تركيا لأمريكا ليست مجرد صداقة عادية، إنما تحالف استراتيجي، وهما الاثنين أعضاء في حلف عسكري اللي هو حلف الناتو. مش مجرد علاقات طيبة مع واشنطن، إنما تركيا عضو في الناتو بزعامة أمريكا، ده حلف عسكري. إذن علاقة قوية جدا بأمريكا. لكن الرئيس أردوغان اللي كان قبل كده بيقول عليه نجم الدين أربكان إن أردوغان ومجموعته دي مجموعة أمريكا في الحزب، وكان اتجاههم باستمرار في اتجاه واشنطن، بقى في أزمة مع واشنطن نتيجة الوضع في سوريا، بقى في اختلافات كبيرة جدا. هم كانوا مراهنين مع الأمريكان على إسقاط النظام والدنيا تختلف فيما بعد، الأمريكان في منتصف الطريق غيروا رأيهم. مختلفين على فتح الله جولان، شايف أردوغان أنه إرهابي يجب تسليمه وراء محاضرة الانقلاب الفاشلة، والأمريكان شايفين ملوش علاقة بالموضوع ولا ينبغي تسليمه إلى تركيا. مختلفين في موضوع الانقلاب نفسه أو محاضرة الانقلاب، شايف أردوغان أن أمريكا تعرف وربما دعمت، وأمريكا مصرة ما تعرفش حاجة عما حدث. المهم سوريا زائد فتح الله جولان زائد محاورة الانقلاب، كل ده أدى إلى أن أردوغان يفقد الثقة في الحليف الاستراتيجي والعسكري أمريكا. بدأ يتجه شرقا، راح للروس وكمان راح للإيرانيين. دلوقتي في شبه تفاهم، ما نقدرش نقول تحالف، إنما تفاهم استراتيجي بين ثلاث قوى، بين تركيا وإيران وروسيا. الثلاث رؤساء الأركان اجتمعوا، والثلاث وزراء خارجية اجتمعوا، والقادة الثلاثة هيجتمعوا قريبا، الرئيس بوتين والرئيس روحاني والرئيس أردوغان، قمة ثلاثية للتفاهم الثلاثي ده. يبقى إذا على المستوى العسكري رؤساء الأركان التقوا، على المستوى الدبلوماسي وزراء الخارجية التقوا، على المستوى الرئاسي ثلاث رؤساء هيلتقوا قريبا. المحور ده مش مريح أمريكا. معضلة تركيا إن هي كعضو في الناتو تعاقدت على طيارات F-35، دي أقوى طائرات المقاتلة في الجيل الخامس، ودي طيارات مش أي دولة تاخدها من أمريكا، إنما تعاقدت تركيا مع أمريكا أنها تاخد F-35 اللي هو تعتبر أقوى طائرات مقاتلة أمريكية. في نفس الوقت الأتراك تعاقدوا مع الروس على صواريخ S-400 اللي هي برضو أقوى حاجة في المنظومة الروسية حتى الآن في الدفاع الجوي، بعدها في S-500، إنما أقوى الحاجات اللي موجودة في العالم الآن. الأتراك بيقولوا إن منظومة باتريوت المضادة للصواريخ لم تثبت كفاءتها في أكثر من مرة، وآخرها الصاروخ اللي الحوثيين أطلقوه على الرياض ووصل إلى الرياض بدون ما تسقطه منظومة باتريوت. فالأتراك بيقولوا لازم نتجه إلى صواريخ دفاع جوي قوية، وراحوا للروس عايزين S-400. وزير الدفاع الأمريكي قال ده أمر يعني مش مقبول رغم أنها دولة ذات سيادة، لأن المنظومة العسكرية في الناتو لا تسمح أن يكون في دفاع جوي روسي في منظومة كلها غربية معادية لروسيا. إلا أن وزير دفاع تركيا قال الموضوع انتهى وخلص الكلام، وبشكل حاسم هيتسلموا الصواريخ عام 2019. يبقى إذن هنا المعضلة إيه؟ إن صواريخ S-400 الروسية هتاخدها تركيا، وصواريخ F-35 وطائرات F-35 الأمريكية عايزاها تركيا. إزاي بقى ممكن تجمع المتناقضات، تاخد أفضل صواريخ دفاع جوي روسية مع أفضل طائرة مقاتلة أمريكية؟ الأمريكان بدأوا يقولوا لأ، غالبا هنلغي صفقة طائرات F-35. إذا استمر أردوغان في هذا الاتجاه مفيش F-35 هتروح للأتراك.
إذا بقى مأزق وبقى فيه تمزق جيوستراتيجي بين موسكو وواشنطن وبين العالم العربي والسعودية التي كانت حليفا قريبا وبين قطر وإيران. يعني تركيا الآن في حالة هشاشة استراتيجية وفي حالة تمزق بين القوى العظمى، وأردوغان بات في مأزق استراتيجي واضح قد ينتهي على إلغاء صفقة الطائرات F-35 الأمريكية. اثنين، القضية ليست أردوغان، البعض يريد تركيا نفسها. البعض متصور أن أردوغان فقط هو المشكلة، إنما في الواقع في خلاف فكري وتاريخي بين تركيا وبين الغرب منذ ما قبل أتاتورك ومنذ أتاتورك وحتى الآن. إنما الخلاف زاد لما الرئيس أردوغان وصل للسلطة، إنما حتى قبل وصوله تركيا قعدت نص قرن تخبط على باب الاتحاد الأوروبي ولم يفتح الباب أحد، لم يستجب أحد في الاتحاد الأوروبي لطلب تركيا بالانضمام. إذن الرئيس أردوغان هو جزء من معضلة، لكنه ليس وحده المعضلة، تركيا نفسها مستهدفة. قلنا ده أكتر مرة قبل كده، إن رئيس أردوغان تصور بعد الربيع العربي إن في عثمانية جديدة وإمبراطورية جديدة، وإنها يقود قوة تطرف في كل العالم العربي علشان يقف على رأس شبكة التطرف العالمية ويبقى عنده إمبراطورية جديدة قايمة على جماعات تنظيمات الإسلام السياسي. وقلنا إن ده مش صحيح، مش إن بس أردوغان هيفشل إن يعمل إمبراطورية، ده قد يفشل في الإبقاء على تركيا كما تسلمها، وإن تركيا نفسها ممكن تكون عرضة لحرب أهلية لا قدر الله، وعرضة لتقسيم لا قدر الله، وإن الدولة التركية نفسها في خطر، مش بس نظام أردوغان الطموح في العثمانية الجديدة هو اللي في خطر. يعني مش بس الإمبراطورية مش هتحصل، ولا تركيا نفسها ممكن تستنى، وارد جدا تقسيم تركيا، وارد جدا انهيار تركيا. الأسبوع اللي فات في النرويج تدريبات عسكرية في حلف الناتو، الضباط عاملين قدامهم أو المتدربين عاملين قدامهم صور أو ملصقات لشخصيات بينشنوا عليها أثناء الضرب، فحطوا صورة لأتاتورك وصورة لأردوغان، وبقت ديت مرمى النيران. فحطوا صورة كده يعني أو أتاتورك وصورة تانية أردوغان، وإطلاق الرصاص في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه باعتبارهم أعداء وباعتبار تركيا عدو. طبعا جنة جنون تركيا، تركيا دي خدمت الناتو سنين طويلة جدا، وقفت ضد الشيوعية والاتحاد السوفيتي وهي تاني أقوى جيش في الناتو، بعد كل ده جايين تقولوا تركيا عدو وحاطين صورة أتاتورك وأردوغان مرمى نيران تطلقوا عليها الرصاص في تدريبات للنيتو. فطبعا أردوغان احتج بقوة، النيتو اعتذر قال مش كفاية، اعتذر وتاني قال كفاية وانتهت القصة القصيرة. إنما الرواية نفسها ممتدة لسه. لما النيتو يشوف، سيبك بقى إن هم قالوا ده موظف مدني مالوش علاقة بالنيتو ومتعهد اللي عمل كده، ده كل ده كلام للخروج من المأزق. إنما اللي حصل كانوا ضباط في الناتو هم اللي في التدريبات وهم اللي عملوا كده. فلما نلاقي دلوقتي إن الناتو بعد كل هذه العقود يقولوا إن تركيا عدو وأردوغان عدو وحتى أتاتورك عدو، يعني الدولة التركية كلها بقسمها العلماني أو غير العلماني بأتاتورك بأردوغان، كل تركيا عدو عند الناتو. ده إحياء للتاريخ من جديد، وده يظهر لأردوغان مش إنه بقى يتمادى في طريقه إنه يدافع عن جماعات متطرفة أو أفكار متطرفة، إنما لابد أن ينتبه إن أوروبا نفسها التي أغوته فيما قبل بطموحات الإمبراطورية ترى تركيا عدوا، وإن تركيا لن تكون إمبراطورية في أي وقت، لكن ممكن ألا تكون دولة في وقت قريب. وده بيلزم الرئيس التركي والنخبة التركية إنها تسعى لإنقاذ الدولة من أعدائها اللي جروها في سكة الإسلام السياسي والإمبراطورية، أو اللي دلوقتي بيخططوا لإسقاط الدولة التركية. حين يعتبر الناتو أن تركيا دولة عدو، ينبغي على أردوغان أن يستيقظ. ثلاثة،
أفغانستان الأمريكية، كابول تتخلص من روسيا. أفغانستان الملكية، بعد الملكية جه موضوع الغزو السوفيتي، الشيوعيين حكموا قصة طويلة جدا، مجاهدين سيطروا، وبعدين جم طالبان طلعوا المجاهدين، فتاريخ صعب جدا. يعني أي حد أفغاني حظه سيء في كل السنين اللي فاتت، مشاش يوم حلو في تاريخ أفغانستان المعاصر. إنما التسليح في السنوات الأخيرة في كتير منه تسليح روسي، والتدريب للجيش الأفغاني تدريب روسي، والجيش الأفغاني مش مسيطر على كل أفغانستان، حركة طالبان موجودة في نص البلد تقريبا، إنما على الأقل هو السلطة الرسمية مع الرئاسة والحكومة في مواجهة العالم. مركز دراسات اسمه مركز دراسات أفغانستان المعاصرة عمل دراسة مهمة بيقول إنه استراتيجية ترامب الجديدة قايمة على إنه أفغانستان تبقى أمريكية، تتخلص من التراث العسكري سواء سلاح أو تدريب السوفيتي والروسي. يبقى كل السلاح السوفيتي شكرا، كل السلاح الروسي شكرا، كل الضباط اللي اتدربوا على إيد الروس شكرا، شكرا روسيا، وكده مع السلامة بقت أفغانستان دولة أمريكية الولاء وأمريكية التفاهم، وحتى البناء العسكري والتدريب كله يبقى أمريكاني. لما الرئيس ترامب أعلن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان، بدأ موضوع تحديث الجيش الأفغاني. في التحديث بقى قالوا هيظبطوا نظام المعاشات، وأي حد 55 سنة يطلع معاش. ده معناه من أول 55 سنة وزيادة دول تدريب روسي، اللي أقل من كده تدريب أمريكي. فبقانون المعاشات العسكري الجديد في أفغانستان بقى كل الضباط اللي هم اتدربوا روسيا بقوا بره الجيش الروسي. الحاجة التانية إن كل التسليح الروسي شكرا بيحل محله سلاح أمريكي. ده اللي خلى طارق شاه اللي هو وزير الدفاع والقائم بأعمال وزير الدفاع في دولة أفغانستان يقول شكرا روسيا، مش عايزين سلاح روسي مرة أخرى، إحنا كل السلاح هيكون سلاح أمريكي. إذن نجح ترامب حتى الآن في استراتيجيته الجديدة في أن تكون أفغانستان الأمريكية، وأن تقول كابول لموسكو شكرا روسيا. 4. فلسطين التي في شيلي، الوطن القائم على بعد 13,000 كيلومتر. في دولة شيلي آخر بلد في العالم، ناس من فلسطين فلسطينيين سافروا في فترات متعاقبة وهاجروا إلى دولة شيلي. دلوقتي في حوالي 500,000 فلسطيني موجودين في جمهورية شيلي في أمريكا اللاتينية. في 10,000,000 فلسطيني خارج فلسطين من 48، بعضهم طبعا قبل 48، بعضهم من أيام العثمانيين، بعد كده 67 السنوات الأخيرة، يعني موجات متعاقبة للهجرة الفلسطينية. دلوقتي في كام فلسطيني بره فلسطين؟ 10,000,000. طب أكبر جالية موجودة فين؟ في العالم كله خارج العالم العربي، موجودة في جمهورية شيلي في أمريكا الجنوبية. فين شيلي؟ لأن الطريق طويل جدا، 13,000 كيلو من فلسطين إلى شيلي. إنما حاليا في نخبة فلسطينية موجودة في جمهورية شيلي، في أندية كرة قدم، في نادي بلاستينو ده موجود في الدوري الممتاز وأخد قبل كده كتير بطولات. في بإضافة إلى ذلك من 10 بنوك كبيرة 6 بنوك فلسطينية، كتير مليارديرات مليونيرات ذوي مكانة، بعضهم وزراء ونواب وساسة كبار. يعني الفلسطينيين اللي موجودين في شيلي كلهم نخبة، كلهم طبقة وسطى أو طبقة عليا، وكلهم ذوي مكانة. 500,000 فلسطيني في جمهورية شيلي. أمريكا الجنوبية تمشي بهذا الاتجاه، تلاقي هنا بقى جمهورية تشيلي بتاخد كده بقى القطاع ده كله لغاية، تشوف بقى تمشي لغاية القطب الجنوبي، فالقطاع ده كله جمهورية تشيلي. المساحة قد إيه؟ تلات أرباع مصر، 750,000 كيلو متر مربع. هنا بنلاقي الأرجنتين جنبهم، وهذه الدولة اللي قلت لحضراتكم مساحتها شريط، يعني هي دولة شريطية كلها كده على المحيط الهادي، المحيط الهادي هنا ويلف يبقى الناحية التانية هتلاقيه عند استراليا.
فهنا موجودة شيلي في هذه المساحة الكبيرة لأنها 1.25 مليون كيلومتر مربع. الفلسطينيين طبعا هنا بنلاقي بيرو، دولة بيرو، وهنا الأرجنتين البلد الكبيرة اللي موجودة في هذا السياق، وهنا بوليفيا. نيجي بقى على شيلي، هنا بقى أقول لو فلسطين هنا في هذا الاتجاه يبقى فلسطينيين الأول راحوا أوروبا هنا، وبعدين نزلوا كده على شيلي في هذا الاتجاه، رحلة كبيرة جدا، المسافة أصلا 13 لو مباشرة 13,000 كيلو متر من فلسطين إلى شيلي. في الأول لما راحوا أوروبا، آدي فلسطين تاني وآدي أوروبا، بعضهم قعد في أوروبا، بعضهم كمل وقال لك نروح الأرجنتين، فراحوا الأرجنتين، وبعدين قالوا طب ما نعدي جبال الانديز، في هنا بقى جبال الانديز في النص هنا، ارجنتينا هيت وهنا شيلي، يبقى في النص هنا جبال الانديز، عدوا هم جبال الانديز بالبغال، كانوا بيركبوا البغال قبل كده ويعدوا 3 شهور الرحله لغايه ما وصلوا هنا. اول ما وصلوا شيلي كان الفلسطينيين بيشتغلوا في الزراعه وفي صناعه النسيج، وكانوا أباطرة النسيج. جت بقى الصين بعد كده غطت عليهم في النسيج، راحوا دلوقتي للتجارة والإعلام والاقتصاد والبنوك، واستمروا أغنياء طوال الوقت. الفلسطينيين في شيلي أغنياء طوال الوقت، طوال الوقت في مليارديرات مليونيرات، طوال الوقت في أساتذة في الجامعات، مفكرين، فلاسفة، علماء، شعراء، وزراء، نواب، لهم مكانة كبيرة جداً. وبعد كده بقى في نادي بلسطينو، ده نادي كرة القدم الألوان علم فلسطين موجود على الفانيلا بتاعته، وده نادي ليه مكانة كبيرة في دولة شيلي. دلوقتي في ما يسمى اللوبي الفلسطيني في شيلي، وبعدين بقى اللوبي الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، اللي هو نواب فلسطينيين في برلمان شيلي مع نواب آخرين في دول أمريكا اللاتينية علشان يأثروا لصالح القضية الفلسطينية. في ناس هناك لما راح عمدة أو رئيس بلدة بيت جالة، عمدة بيت جالة، بيت جالة ديت بلدة في فلسطين، زي عندنا كده محلة أو ميت كذا، أما نقول مثلا ميت أبو الكوم، ميت العامل، محلة صا، محلة كذا، محلة كذا، يعني كلمة محلة بمعنى بلدة، أو كلمة شبرا زي شبرا الخيمة، زي شبرا خيط، زي شبرا تنا، زي أي كلمة اسمها شبرا يعني بلدة. ففي فلسطين دايما يقولوا بيت، فبيت جالة، بيت سحور، بيت لحم، فكلمة بيت أي بلدة. فالناس اللي من بيت جالة، الجالية اللي من بيت جالة بس مش فلسطين كلها، اللي موجودين في دولة شيلي عدد كبير جدا. لما راح العمدة هناك فوجئ وقال لهم إن العدد هنا أكبر 20 مرة من الفلسطينيين الموجودين في بيت جالة في فلسطين. طبعا الوجود ده وجود قوي اقتصاديا، قوي اعلاميا، هو رصيد لفلسطين ورصيد لنا جميعا. هي تجربة ناجحة في الهجرة لأن بعضها هاجر في القرن 19 من العثمانيين، ولكن في النهاية مهما يكون الإنسان بعيد عن بلده حتى لو باختياره لا يمكن أن يستغني عن الوطن. تخيل بقى أن في 10 مليون فلسطيني خارج فلسطين لم ينسوا إطلاقا لا علم فلسطين ولا خريطة فلسطين، حتى لو هم عايشين على بعد 13,000 كيلومتر في دولة شيلي في أمريكا اللاتينية. في توضيح ما ذهبنا إليه من تحليل في فيديو قناة القدس عملته تقرير ليها من شيلي عن فلسطينيو شيلي، القصة الكاملة. نادي بلسطينو زي ما شفنا دلوقتي هو رمز الوجود الفلسطيني في أمريكا الجنوبية وفي دولة شيلي. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.